Shada FM, la radio que j'aime. بعد مدة ليست بالقصيرة انتهت أشغال تهيئة الرصيف بمقطع مهم من شارع عبد الكريم الخطابي بالدار البيضاء. اللهم بعد الرتوشات البسيطة وتنفس البيضاويون الصعداء. لكن بعد ظهيرة الثلاثاء 6 شتنبر تفاجأ الناس بإعادة الحفر وعرقلة السير وعودة علامات التشوير المحذرة بوجود أشغال على الطريق. سيارة المصالح الأمنية التابعة للقطاع الأمني أنفا لاحظت الأشغال. ترجل شرطي برتبة كوموندو طلب من الشركة تصريحا بالأشغال. الأخيرة ردت أنها لا تملك تصريحا وتمثل شركة اتصالات كبيرة. رجل الأمن قرر توقيف الأشغال وتطبيق القانون بعد مهاتفته للمسؤولين عن النظام بالدار البيضاء. وانتهت القصة، أو بالأحرى الفوضى، بعد أن تدخلت الدولة في شخص المصالح الأمنية لأنفا لتضع بصمة في سجل مغرب جديد يكتب بأقلام الديمقراطية والحق والقانون. Shada FM, la radio que j'aime.